السلام عليكم. اليوم نروح للولايه تاع برج بوعريريج، حيث فيه انه فيه عده مشاريع تاع ازدواج الطرقات بالولايه على مستوى بلديه العناصر وولايه برج غدير في الطريق رقم 42، وكذلك طريق اجتنابي لبلديه السلاطنه، وكذلك طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 60 الف. كل هذه المشاريع راهي قيد الانجاز، والحمد لله انه هذه مده عامين وحنا نطالب بازدواج الطرقات هذه الوطنيه في كل ولايه الوطن، وبعض يعني الولايات بادرت الى ازدواجيه حتى الطرقات الولائيه وحتى بعض الطرقات البلديه كذلك، وهذا امر جيد وحنا نستحسنه ونثمنه ونحمد الله على انه هذه الولايات يعني المسؤولين على مستوى الولايات بداوا ياخذوا هذه المبادره نتاع الازدواجيه نتاع الطرقات، والان اصبحت هذه المشاريع من الاولويات في كل الولايات. اذا اصبحت اولويه الاولويات في المشاريع التنمويه هي الازدواجيه نتاع الطرقات الوطنيه، وهذا الحمد لله نحمد الله على ذلك ونطالب بالمزيد، وخاصة بعض الطرق الهامة والاستراتيجية اللي تربط ما يعني تربط مناطق صناعية ولا تربط مشاريع كبيرة ولا تربط محيطات يعني فلاحية كبيرة، لابد تكون الطرق هذه المزدوجة تكون من طراز ثاني، يعني من طرق سيارة من طراز ثاني، يعني تكون مزودة بالشريط نتاع الوقوف الاضطراري وبكل شروط السلامة، ما تكونش غير مجرد طرق مزدوجة، لازم تكون ان روميزون نيفو، تكون ان روميزون نورم كما نقولوا حنايا، تكون من الطراز من النوع الثاني. وهذا يعني شيء يثلج الصدور، اني الان اصبحت المواضيع الاكثر معالجه اللي ننشرها انا في القناه ديالي هي المواضيع اللي تتعلق بالازدواجيه نتاع الطرقات، هو الموضوع الاكثر انتشارا في القناه ديالي، وهذا امر جيد جدا ومهم، وخاصه وانه في حياه المواطنين في حياه الجزائريين في خطر بسبب يعني بعض الطرقات اللي ماشي مزدوجه واللي تعتبر يعني اكثر فيه عرضه للحوادث المميته. اذا كل هذه المشاريع نتاع الازدواجيه نتاع الطرقات فهي تذهب في اتجاه الحفاظ على الارواح نتاع الجزائريين. واذا هنيئا لبلديه ولايه برج بوعريريض اللي اخذت على مبادرة وانطلقت في الأشغال الإزدواجية تحت تقريب كل الطرق الوطنية المتواجدة في الولاية، وعلى غرار بلا ولايات أخرى كالمسيلة وتسمسيلت، ويعني في كثير مشاريع عندها الإزدواجية الطرقات يعني تقريبا في كل ولايات الوطن. نخليكم تتابعوا يعني إذا هذا نهاية هذا الفيديو حول إزدواج الطرقات على مستوى ولاية برج بوعريريج، ولنا مواعيد أخرى في ولايات أخرى سنقف عندها. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.